السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجع عليكم اليوم في فيديو جديد فيديو حق لعبة رايز اوف كيندوم واخيرا نزلوا قارة الرماء الجدد من التسريبات لين نزلوا في اللعبة ممكن اخذوا شهر او اكثر بعد واذا مو غلطان ممكن من اكثر القادة اللي تأخروا لين ينزلون من وقت التسريبات في الغالب من وقت التسريبات لين ينزلون في اللعبة قرابة 20 25 يوم هاي اخذوا اكثر من شهر وشيء اذا مو شهرين صراحة ما اتذكر بالضبط لان ما قاعد العب اللعبة ما قاعد احسب الايام بالضبط بس اللي اذكره ان اخذوا فترة طويلة جدا ونبدأ مع البطلة الأولى اللي هي اسمها عليسا شكلها شكل هندي كلش مو ملكة قرطاج أبدا بالشكل يعني بالمكياج والشكل يعني رسمة الوجه كلش مو مال قرطاج ممكن تقول عنها ملكة مملكة الهند أوكي قرطاج كلش ما يركب على العموم ما من شكلها الشجرات اللي عندها حامية ودعم فواضح أنها راح تكون حامية قوية جدا عندها شجرة الحامية وعندها شجرة الدعم وطبعا كعادة اللعبة حاميات في الغالب راح تكون في الحاكم الأعظم فهي راح تكون في الحاكم الأعظم. الاعظم نروح حق المهاره الاولى ونبدأ باسم روح قرطاج عاصفه غضب راح تكون ألف وراح اتكلم عن كل المهارات في القائدين اللي راح استعرضهم كلها داكانو ماكس ما راح يتكلم مثلا 1200 راح يقول 2000 المهارة الأولى مقسمة على ثلاثة أقسام القسم الأول تلحق ضرر مباشر لوحدة قوات واحدة مستهدفة عامل ضرر راح يكون 2000 بعدين إذا كان الهدف عبارة عن جيش محتشد فإن هذه المهارة تقلل أيضا من ضرر المهارة لما يصل إلى خمسة قوات عدوة قريبة من قوات هذا القائد بنسبة 10% أو بنسبة 30% آسف لمدة ثلاث ثواني يعني راح تضرب إذا كانت في أي شكل من الأشكال راح تكون سيرة واحدة بس لما تضرب حش راح تكون تضرب أي يعني تضرب مسيرات، فلما تكون حامية راح تدفع المهارة الثانية، بس لما تكون في الميدان أو في الأحداث راح تتفعل المهارة الأولى فقط. إلا إذا بعد واحد سوى حركة وحشد بها راح تدفع له هاي. نروح حق المهارة الثانية باسم الملكة الباكية. حلو. تكسب وحدات الربان بقيادة هالقائد 20% زيادة في الدفاع. اوكي وتلحق 5% من ضرر الإضافي بالمشاة فلما تحشد عليها بالمشاة راح يزيد الضرر اللي عادها. واذا كانت قوات هذه القائد تحتوي على تحتوي فقط على وحدات الرما فانها ستتلقى 10% ضرر اقل من الهجوم العادي فهي من القاده اللي ممكن راح يسبب دمج اكثر لما يكون الحشد من المشاة نروح حق المهاره الثالثه باسم حماسه الملكه تكسب وحدات الرمى بقياده هذا القائد زياده في الهجوم بنسبه 20% وفي اثناء التحصن هو اذا كانت حاميه او داخل حصن او في مدينه يعني تحصن له اذا كانت في حصن او اذا كانت في حاميه، فان الهجمات العاديه لقوات هذا القائد لديها فرصه بنسبه 20% لاحداث تاثير الكمين على القوات المستهدفه لمده ثلاث ثواني، مما شنو يسوي الكمين؟ مما يمنع القوات المستهدفه من الاستفاده من التاثيرات الناتجه عن المحاصره، المهره الرابعه اثناء التواجد في حاميه داخل معقل او في المدينه، طبعا اذا كانت حاميه يعني سواء في مدينه او في معقل، تكسب وحدات الرماة التي يقودها هذا القائد بنسبه 20% زياده في الصحة ويمكن ويمكنهم تقليل ضرر المهارة القادمة بنسبة 15% كل 10 ثواني. نروح حق المهارة الخاصة بالنسبة حق البطلة عليسا إذا نطقت الاسم صح هي المهارة الخاصة متعلقة بالمهارة الثانية أو الثالثة آسف قلنا عندها هجوم الرماة بنسبة 20% والاحتمالية أنه يتفعل هو تأثير الكمين بنسبة 20% لما تمكسها راح يكون الهجوم عندك بنسبة 40 يعني راح تتضاعف أو راح تتدبل من 20 إلى 40 وفي نفس الوقت راح يكون الهجمات العادية عليها فرصة بنسبة 30% تقليل دفاع القوة القوات المستهدفة يعني إذا جاك حشد في فرصة بنسبة 30% انها تتقلل دفاع الخصم بنسبة 40% فهي تقريبا أبرز الأشياء بالنسبة حق علي السم وبشكل عام أكيد راح تركب مع أماني بنسبة أقل راح تركب مع واي اس اس اتوقع هي أكثر القائدين اللي راح ممكن تأدوا إياهم مبدئيا لأنه زستيان يعني كل شيء ما يدعى وأرتميسيا ما أتوقع أن لحد الحين اللي نزلوها في المعهد أو آسف دا نزلوها في المتحف لأنه ما أتوقع راح ينزلوها حاليا فمثل ما قلت أماني أو أي اس بس أتوقع بشكل عام راح تكون أمانة هي اللي راح تادي إياها مبدئياً نتكلم خاصة أنه مثل الشجرات يعني سواء حطت أمانة أساسي أو... او حطيت عليسة اساسي نفس الشجرات بس تفرق بعدين تجارب لان صعب تحكم عليها في خلينا بالارقام بس بشكل عام بالارقام راح تادي وانا داقت راح تادي راح تادي كمستوى الرما يعني ما راح تكون حاميه مثل الحاميات اللي صارت في اللعبه لما يكونوا مشاة يادون بشكل مو طبيعي او حتى ممكن فرسان الرما في الغالب يعني على مسار اللعبه او خلينا نقول على خط اللعبه من بدايتها لليوم حاميات تكون فتره معينه وبعدين خلاص تنتهي عكس القياده عكس المشاة وبدرجه اقل جدا الفرصة فهي كل شيء بالنسبه حق البطله عليسا نشوفكم ان شاء الله في المقطع الثاني مع البطل ابو اسم صعب لازم نشوف اسمه بالانجليزي عشان نحفظ اسمه مثل الشيانجي وغيره من هاي الاسامي اسامي بالعربي جدا صعب شونغ ليانغ حلو نشوفكم مع هاي البطله اسمها شونغ ليانغ في المقطع اللي راح ينزل بعد هاي البطله